ينضم إلينا من عمان السيد عمر شوشان رئيس اتحاد الجمعيات البيئية في الأردن. أهلا ومرحبا بك معنا سيد عمر. هل من الممكن فعلا أن تضيف هذه القمة للجهود الدولية أيضا في مسيرة العمل المناخي وانعكاسها أيضا مباشرة بشكل مباشر على الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي؟ بداية نعم، هذه القمة قمة مهمة من حيث التوقيت وأيضا من حيث طبيعة الدول المشاركة. الدول المشاركة 40 منها 17 دولة تقريبا تستحوذ على 80% من الناتج المحلي العالمي، وأيضا هي مسببة ل 80% من نسبة الانبعاثات للغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. فلذلك العودة الأمريكية الجديد لمسار العمل المناخي، وأيضا بعد انقطاع أثناء إدارة ترامب وخيبات الأمل المتكررة في عملية الالتزام الدولي تجاه قضية التغير المناخي، بلا شك تلقي بظلال على أهمية هذه القمة. اليوم سمعنا كثير من الكلمات التي تحدث بها كثير من قادة الدول في رفع مستوى الطموح المناخي في عام 2030، وأيضا الالتزام الدولي لغاية أيضا عام 2050 في الوصول إلى ما يسمى بصفر الانبعاثات أو الحياد الكربوني. اليوم كان الحديث يتركز حول أكثر من محور. المحور الأهم هو المحور الاقتصادي، كيف سيتم الانتقال من الوقود الإحفوري والطاقة التقليدية إلى طاقة المستقبل، إلى طاقة المتجددة، وأيضا هناك توظيف الابتكارات والتكنولوجيا في إيجاد حلول للتصدي لظاهرة التغير المناخي. أيضا موضوع قضية التمويل المناخي ودعم الدول النامية والمتضررة والأكثر هشاشة في التصدي لهذه الظاهرة كان واضحا أيضا في هذه القمة. وأخيرا كان هناك إشارة إلى أهمية قوننة عملية التغير المناخي على مستوى القانون الدولي، ولا نستبعد أن تكون إحدى القضايا الرئيسية التي قد يناقشها مجلس الأمن في قادم الأيام. طيب، الآن جميع الدول تعهدت بخفض الانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسب متفاوتة. سيد عمر، هل هذه خطوة أولى يتم الحديث عنها؟ ما هو المطلوب الآن من هذه الدول إذا أردنا الحديث عن جهد دولي لمكافحة الاحتباس الحراري وأيضا يعني معالجة هذه القضية ومعالجة هذه الأزمة؟ ما المطلوب؟ هل نتحدث أيضا عن ضخ مبالغ مالية لربما دول أخرى يمكن أن تساعد في هذه المسألة أيضا؟ بلا شك أن موضوع يعني شراكة القطاع الخاص العام، يعني كثير من الشركات الكبرى التي يعني تصدر هذه الانبعاثات تطلب من حكوماتها المحلية أن تدعمها بحزم وحوافز اقتصادية حتى تتمكن من التحول الجذري والجوهري إلى اقتصاد رفيق بالبيئة. فلذلك من المهم جدا موضوع التمويل المناخي، وأعتقد بأن ما تحدث به اليوم جون كيري وهو المبعوث الرئاسي الخاص بقضية التغير المناخي تحدث عن آليات السوق الجديدة التي ستطلقها الولايات المتحدة الأمريكية حتى تتمكن من الإيفاء بالتزامها في عام 2030 وأيضا في عام 2050. فلذلك العالم مقبل على شكل اقتصاد جديد بما يسمى بالاقتصاد الدائري أو الاقتصاد الأخضر حتى نتمكن من خفض حقيقي لهذه الانبعاثات. فهذه الانبعاثات للأسف الآن وصلت إلى مستويات حرجة ولا يمكن التغاضي عنها، والدول العالم بأجمعها وخاصة تلك التي وقعت على اتفاقية باريس ملتزمة اليوم أكثر من أي وقت مضى في خفض هذه الانبعاثات، يعني سواء كانت دول متقدمة وأيضا دول نامية، ولكن الدول الصناعية الكبرى بلا شك أنها مطلوب منها جهد أكبر في هذا الإطار. طيب، الآن لنوضح أيضا للمشاهد سيد عمر، التخفيضات في الانبعاثات ربما تستهدف قطاعات محددة مثل محطات الطاقة والسيارات وغيرها وقطاعات أخرى عبر الاقتصاد،
هل هذه الدول قادرة فعليا على أن تأتي على هذه القطاعات مقابل النمو الأخضر الذي يتم الحديث عنه وأيضا تخفيف هذه الانبعاثات؟ يعني هل هناك ضرر من مسألة تخفيف الانبعاثات سيلحق بهذه القطاعات، أم أن هناك آليات لربما الانتقال بشكل أو بآخر لوجود هذه الانبعاثات والوصول أيضا إلى آليات خاصة في البيئة وأيضا تراعي مسألة البيئة؟ بلا شك إذا أخذنا النموذج الأوروبي، الاتحاد الأوروبي وضع يعني خطوات واضحة وجذرية على مستوى التشريعات وأيضا على مستوى تحفيز الاقتصادات المحلية. فلذلك إذا يعني نظرنا إلى الاتفاق الأخضر ومفهوم الاتفاق الأخضر الذي بدأ به الاتحاد الأوروبي والدول المنضوية تحت هذا الاتحاد، خاصة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، نتحدث عن تحول تدريجي من استخدام الفحم مثلا أو استخدام الطاقة التقليدية إلى استخدام طاقة متجددة، وبنفس الوقت نتحدث عن خطوط إنتاج جديدة مثلا في إنتاج السيارات، يتجه إلى إنتاج سيارات الكهرباء وأيضا استثمار أكثر في البنية التحتية لقطاع الطاقة وقطاع النقل حتى يصبح أكثر يعني ملائمة للجهد العالمي في قضايا البيئة والتغير المناخي. فلذلك العالم الآن يتجه بقوة، خاصة بأن قمة نوفمبر للتغير المناخي التي ستعقد في غلاسكو في اسكتلندا تطلب من هذه الدول أن تأتي إلى هذه القمة بحلول واضحة وإجراءات حاسمة حتى تتمكن من الوصول إلى الهدف الاستراتيجي، وهو خفض معدل درجة الحرارة أو الحفاظ على 1.5 درجة مئوية إلى ما قبل معدلات الثورة الصناعية. أشكرك على هذه المشاركة من عمان، كنت معنا سيد عمر شوشان رئيس اتحاد الجمعيات البيئية في الأردن، شكرا لك.